قالت نالان ديلارا نجلة القاضي السابق في محكمة الاستئناف العليا التركية إن السلطات تحتجز والدها في الحبس الانفرادي منذ 3 سنوات وحتى الآن. ويعد هذا القاضي من بين مئات القضاة الذين تم اعتقالهم في أعقاب محاولة الانقلاب الفاشلة في عام 2016 وحكم عليه بالسجن لمدة 10 سنوات بتهمة الانتماء إلى منظمة إرهابية.